طبعا من الشغلات الممتازة أكيد اللي ذكرتها أنه عندك عدة خلفيات تقدر تضيفها على هذه المواد نفسه من خلال ممكن هو يكون ملائم للفئات العمرية المتعددة. مرحبا أصدقائي، تحية طيبة لكم. من سنة وأنا أستخدم الباند 4، اللي متابعيني قبل على القناة أكيد يعرفون أنه أنا سر تعلقي بهذا الباند نفسه بعد طرح ساعات كثيرة موجودة بالأسواق، وهذا إلى أسباب أكيد حنتعرف عليها خلال هذه الحلقة اللي خلاني أعشق السوار اللي موجود أو الباند من شركة أونر. طيب، بالسابق كنت أستعمل الباند 4 ومتأمل أنه أنا أشوف الباند 5، واليوم حلقتنا للباند 5 اللي راح أستعمله للسنة القادمة حتى ينزل الباند 6. ما اقلكم انه هذا الباند ممكن انه هو يعوضنا عن استخدام الماجيك ووتش 2 من شركه اونر نفسها، اللي تكون هذه الساعه احترافيه اكيد معنى الكلمه، وهي ممكن تكون رسميه اكثر، ولكنه هنا ممكن يكون سمبل شيء بسيط. انا اعشق الباند الاسباب انه يكون سليم صغير بالمسكه نفسها او بالارتداء، مثل ما تلاحظون هذا الشكل الخاص بي، يعني سوار بهذا الحجم تخيلوا بمواصفات جدا عملاقة. طبعا شركة اونر بالسنة السابقة كان هذا مجرد يعطينا وقت، مجرد تتبع للياقة بشكل جدا بسيط، عدد الخطوات او ما شابه هذا، ممكن هو ينطينا تلقى اشعارات من الهاتف نفسه ينبهك، ولكنه ما تقرأ الرسائل، ما تشوف شاشة ملونة، ماكو فد مميزات جدا كثيرة. هنا الباند 5 صححنا كل هذه المشاكل، انطانا مميزات موجودة كل هذه بهذا المخلوق البسيط والأنيق بصراحة. طيب، أول ما استعملت أنا هذا الباند لمدة تقريب أسبوع قبل لا أصور هذه الحلقة نفسها لكم، شفت بي بعض المميزات الممتازة، وما أخفيكم أنه بي بعض السلبيات البسيطة اللي راح يشفع على سعر هذا الباند. السعر ما راح تلقونه أسفل الوصف نفسه. بالبداية هنا الشيء الإيجابي والشيء المميز أنه يجي بشاشة OLED. هذه الشاشة هي 0.95 بوصة. طبعا من الشغلات الممتازة أكيد اللي ذكرتها أنه عندك عدة خلفيات تقدر تضيفها على هذه الباند نفسه من خلال ممكن هو يكون ملائم للفئات العمرية المتعددة، يعني تشمل الشباب أو ممكن حتى الأطفال، لأنه بي خلفيات هي تشمل يعني بعض الحيوانات الأليفة أو بعض الرسمات الكرتونية نفسها، أو ممكن يكون كلاسيكي لأنه بي بعض الرسمات اللي موجودة أو الواجهات أو الخلفيات اللي موجودة هنا اللي هي تعبر لك عن مدى فخامة هذا الأسوار نفسه. من الشغلات المميزة اللي تجي بهذا الباند، بما أن احنا ذكرنا حجم الشاشة هو 0.95 بوصة، فهنا يجي OLED، وأم بما أنه قلت OLED هنا اختصرت كثير جوانب، من عدا ممكن يكون سطوع تحت أشعة الشمس جدا عالي، من ضمنه ممكن يكون الألوان وزوايا الرؤية، يعني عندما تمسك هذا الباند وتلاحظ الوقت، أو ممكن تدخل على السيتنج، أو ممكن تقيس نبضات القلب او تشبع الاكسجين بالدم، يعني بين قوسين عندما تستعمل هذا الباند بكل اختصار بصراحة تحس انه اكو شيء جذبك لمشاهدة هذه الشاشة نفسها. جميلة جميلة معنى الكلمة، واللي اكثر من هذا انه هي تاتش سكرين، يعني زائد انه قياس تشبع الاكسجين بالدم، نشوف انه هذا الشيء جدا ممتاز بهذا الوقت نفسه، اكيد بجائحة كورونا، فممكن هذا الشيء يكشف لك بعض الحقائق اللي انت ممكن تستفاد من عندها او تكتشف المرض مبكرا، الله يكفي النشاط. من شغلات البطلة اللي خلتني استخدم الباند لمدة سنة، واليوم جددت اشتراكي مع الباند 5 وراح تاخذ معي سنة كاملة، انه البطارية او عمر البطارية هنا هو عمر خرافي، ممكن هو بعد ما جربته لحد الان ممكن طاني اسبوع ولا وبعد بي 50%، يعني ينطيني بعد اسبوع كامل، فتوقع انه هذا الباند نشحنه كل مرة خلال اسبوعين نفسه، يعني شحنه مرة اسبوعين راح ينطيك استخدام بالراحة. صدق خليك اشوف لكم حقيقة انه انا الباند 4 ضيعت الشاحنة مالته للامانة، يعني للامانة، ولحد الان هو طاف وما يشتغل، وهذا السبب يعود الى انه انا اخلي الشاحن لمدة اسبوعين، فبالنهاية مرات حتى انسى، وهذا الشيء اللي خلاني عن قريب يمكن قبل ايام فقدت الشاحن مالته وخلص الشحن، والان باقي الباند نفسه. طيب، السعر الخاص بهذا الباند راح تلقونه جوا بالوصف، عندما تربط هذا الباند مع الهاتف الخاص بك اكيد حتتلقى كل الاشعارات والتنبيهات، من ضمنها قراءة الرسائل اللي موجودة، من ضمنها ممكن انه انت ينطيك النوتيفيكيشن الخاص بالواتساب او باليوتيوب
أو بتخصصك الخاص، وممكن أن أنت تقرأ الرسالة من خلال الشاشة هذه نفسها بكل طلاقة تقرأ الرسالة، أو ممكن ينطيك إشعار أنه لديك رسالة صوتية إذا كنت أنت تستخدم الواتساب لكنه ما تقدر تفتحها بحكم أنه هنا ما تحتوي على مايك ولا سماعة، مجرد ممكن تنطيك إشعار وتنبيه وفقط. قبل نهاية الحلقة حتى ما أنسى أنه هنا راح تكون مقاومة للماء أو ضد الماء، يعني تقدر أنه أنت بمجال السباحة تدخل بيها، أو إذا أجيت حتى تغسل إيدك أو تستعمل الماء فما راح تبالي وما راح تخاف لأنه بيها معيار ضد الماء نفسه الـ IP68. أتمنى نكون اليوم عرفناكم على قطعة تقنية جديدة وقريبا راح تكون متوفرة بجميع الأسواق، ونلتقي بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين في أمان الله.